أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية، والتي تشهد المزيد من الازدهار والتطور في كافة المجالات. وقد ثمن جلالته بكل التقدير المواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله والداعمة لمملكة البحرين، مؤكدا حفظه الله أن هذه المواقف عكست على الدوام روابط الأخوة الوثيقة والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصخير الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي، وذلك للسلام على جلالته، حيث عرض على جلالته تصاميم مشروع مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية في مملكة البحرين، والمزمع بدء العمل فيه في بداية عام 2017. كما قدم إلى جلالته إيجازا حول هذه التصاميم التي أعدتها كوادر من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، إضافة إلى فريق استشاري يضم خبراء من المملكتين الشقيقتين. وتطرق في شرحه إلى توجيه الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه بتخصيص مبلغ 1 مليار ريال سعودي لبناء هذه المدينة الطبية في مملكة البحرين، وتتبع جامعة الخليج العربي، وهي هدية من الشعب السعودي إلى شقيقه الشعب البحريني. وقدم رئيس جامعة الخليج العربي خالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى على تفضل جلالته بتخصيص أرض في موقع استراتيجي لبناء هذه المدينة، والتي سوف تكون جزءا من منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين لخدمة الشعب البحريني والشعب الخليجي. وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بمبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله ببناء مدينة الملك عبد الله الطبية في مملكة البحرين، والتي تعكس متانة العلاقات البحرينية السعودية ووشائج القربة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مباركا جلالته جهود القائمين على جامعة الخليج العربي لبدء العمل في إنشاء هذا الصرح الطبي الكبير، والذي سيكون بإذن الله منارة تعليمية ومعلما صحيا متطورا لتقديم الخدمات العلاجية لمواطني مملكة البحرين وأشقائهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أكد جلالة الملك المفدى أن مملكة البحرين ستواصل دعمها ومساندتها لجامعة الخليج العربي لثقتها وقناعتها بأن هذا الصرح التعليمي الأكاديمي الكبير استطاع أن يخرج أجيالا ساهمت بعلمها ومؤهلاتها في تقدم وتطور دول مجلس التعاون وتعزيز نهضتها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات العلمية. كما أكد جلالته على الدور المهم الذي تطلع به هذه الجامعة العريقة، والتي تعد من الصروح العلمية والحضارية المتميزة، وتجسد التعاون المشترك والمثمر بين دول مجلس التعاون الشقيقة، مشيدا رعاه الله بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الجامعة عبر مسيرتها الطويلة في كافة المجالات الطبية والأكاديمية والبحث العلمي، وما تحظى به من مكانة متميزة بين مختلف الجامعات العربية والعالمية العريقة. وأعرب العاهل المفدى عن تقديره للجهود الطيبة التي يبذلها رئيس الجامعة وكافة هيئاتها للارتقاء بنوعية التعليم وببرامج الجامعة ومناهجها وتخصصاتها العلمية والبحثية، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد. وقد رفع رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد العوهلي خالص الشكر والامتنان إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية الكريمة، وعلى ما وفرته مملكة البحرين من كافة التسهيلات لإقامة مدينة الملك عبد الله الطبية، متوجها بالشكر كذلك إلى جلالة الملك على دعم مملكة البحرين ومساندتها المتواصلة للجامعة لتحقيق أهدافها ورسالتها العلمية الأكاديمية.